يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما ينزل اسم الشخص في البنك العقاري باستطاعته أن يؤخره ولا نعم. عندما ينزل اسم الشخص في البنك العقاري باستطاعته أن يؤخره ولا يأخذه لمدة سنة أو سنتين، وهو موجود باسمه عندهم مبلغ 300,000 ريال، السؤال: هل إذا بقي هذا المبلغ عندهم سنة أو سنتين يكون عليه زكاة فأدفعها أم لا؟ الزكاة إنما تجب عليك إذا استلمته، فلو إنك استلمته وأمنته عندهم في خزينتهم عليه الزكاة، أما ما دمت ما بعد استلمته وما صار لك إلى الآن. نعم.